يعني كابتن الخطيب بنتفائل بيه بصراحه لما بيروح مع الفريق اي بعثه بجد الحمد لله بيرجعوا لنا منتصرين، دي حقيقه بقى. يعني احنا عندنا رئيس نادي يعني عايز اقول شهادتي هتبقى مجروحه فيه شويه، بس الكابتن يعني بصراحه في كل حاجه. يعني هقول لحضرتك حاجه برضو معلش، لو لقينا فرقه الطايره كابتن موجود، صح باسكت كابتن صح موجود، صح رغم ان كان عنده برضو ربنا يديله الصحه ومجهود كبير عليه السفريه بتاعت جنوب افريقيا ورجع على قطر، صحيح ورجع على هنا وبعد كده يرجع تاني المغرب والكلام ده كله. لا يعني انا كل التحيات، وده يعني اللي هو ايه مش عايز اقول غريبه ولا حاجه زي كده، هو راجل اهلاوي من ساسه لراسه وحابب الملعب، وراجل يعني ربنا يا رب يكرمه ان شاء الله باذن الله، والعشرة على الرقم بتاعه يا رب كمان ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا بيها ان شاء الله باذن الله، وتبقى فتحه خير يعني ان شاء الله. طبعا احنا فرحنا الفرحه الاهلاويه في كل مكان في العالم، ولكن اكيد يعني دي حته كده في القلب في الاعماق، يعني اكيد احنا فرحنا كمان بشكل استثنائي فرحه اهالينا في غزه اللي يستحقوا الفرحه الحقيقه، غزه الصامده الباسره. وطبعا تحياتنا لكل مشاهدي قناه الاهلي في غزه، تحيه كبيره جدا مننا كابتن حسين. كده خلاص شرفت طبعا والله بجد، سعيد جدا ان انا ببقى موجود مع حضراتكم والله. ربنا يخليك، ربنا يخليك، احنا انبسطنا جدا واستفدنا كمان من وجهه نظرك ورؤيتك للجمهور، نورت الدنيا كده. ربنا يعزك، الله يخليك، والف الف مبروك للنادي الاهلي والاهلاويه كلهم، وكل التحيه والتقدير لاهالينا في غزه. طبعا الناس دي ليها كل الاحترام والتقدير. طبعا يعني ان شاء الله بامر الله. واحلى حاجه ان هم سعدة دلوقتي بالاهلي، مش احنا اللي قلنا الكلام ده، الاهلي دايما بيسعدنا يعني. طبعا اتكلمنا في الموضوع ده، وبرده ده مش مجامله او ده مزايده، لا بجد احنا بنتكلم في فترات كان ما بيبقاش في اي حاجه، وتحديدا كان 2020 لو انت فاكر. طبعا كنا بنقول الحاجه الوحيده اللي مفرحانا يا جماعه هي البطولات اللي بيحصل عليها النادي الاهلي، فالحمد لله ربنا يديمها علينا. اللهم امين، اللهم امين.